الكابتن زكي عبد الفتاح اشار لنقطه الحضور الجماهيري المنتظر لجماهير الاهلي في امريكا. الى اي حد الاهلي هيلاقي جمهور هناك؟ اسعار التذاكر ايه ونظامها هيبقى ماشي ازاي؟ معنا من ميامي مجددا الصديق العزيز ماجد مسعود، مؤسس رابطه عشاق ومحب الاهلي في الولايات المتحده وكندا. استاذ ماجد مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. مساء الخير استاذ ابراهيم، مساء الخير باشمهندس عدلي. سعيد بلقاء بيكم في مناسبه حقيقه عظيمه، والعظمه فيها ان الاهلي موجود فيها. ان شاء الله يعني اول مره فريق مصري او عربي حتى يروح امريكا، وانا عارف ان انا يعني انا مشيت المشاوير دي بين كندا وامريكا هي فركة كعب، فأعتقد إن هيبقى في تنسيق قوي جدا بين الجاليات المصرية في كندا وأمريكا، وهل هتبتدوا من دلوقتي تستعدوا لاستقبال هذا الحدث؟ باشمهندس عدلي، هو في كلمة بحب أقولها، الأهلي دائما يصنع الحدث. الحدث ان شاء الله جاي عندنا، انا بالفعل كنت اتصالاتي بقالك 3 شهور بترتب لليله دي يا استاذ ماجد. انا بقالي فعلا 3 شهور، ده عباره عن حلم، والاهلي دايما عودنا على الواقع. فانا واقعي دلوقتي الاهلي في ميامي، اهلا بالاهلي في ميامي. انا تواصلت مع احد اصدقائي هو في اورلاندو، هننسق مع بعض ازاي الجماهير تروح ميامي، ازاي تقعد. ان شاء الله ان شاء الله الاهلي هيكون في قلب التتش ان شاء الله. الاهلي ده حاجه غاليه قوي في حياتنا هنا، احنا جينا هنا بس ما نسيناش لا مصر ولا الاهلي. بقول لك يا استاذ ماجد، هاخدك بعيد عن الكوره ثانيه كده. كان في ناس كتير عايزه تعمل فروع للنادي الاهلي في امريكا وكندا، المشروع ده مدى نجاحه ايه لو تم يعني؟ المشروع ده اي امر مرتبط باسم النادي الاهلي فهو امر ناجح مليون المية، لان الاهلي ترند في اي مكان كان بامانة. يعني الحمد لله هنا المصريين متشوقين جدا لرؤية الاهلي ورؤية الكابتن محمود الخطيب ورؤية كولر ورؤية الجهاز الفني. الحقيقة احنا كلنا متشوقين، لان الاهلي البسمة الوحيدة في الغربة الحقيقة. انت حضرت القرعه في ميامي يا استاذ ماجد مش كده؟ للاسف انا ظروف العمل ما يعني ما تحسنيش الفرصه، بس انا كنت على اطلاع على طول. والحقيقه من امبارح توقعت احد الاصدقاء هو في كاليفورنيا اللي هو مينا، قلت له الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح. ده مينا اللي وحد القطرين؟ مينا اللي وحد القطرين عندكم مش كده؟ بالظبط قلت له الاهلي هيلعب ماتش الافتتاح مع انتر ميامي في الهارد روك. قال انت جبتها من الكنترول، قلت له انا اتوقعها، لان ماتش الافتتاح ده كل عيون العالم عليه. احنا يا جماعه في حدث ما بيحصلش غير 4 سنين، احسن 32 فرقه على مستوى العالم. نحن نادي ليس اقوال، احنا نادي بطولات، نادي افعال، وما بتتفتش حوالينا. الاهلي دايما بعيد خالص عن الاخرين والحمد لله. هارد روك الاستاد سعته 75,000 مش كده؟ بالظبط كده. هارد روك ده الاستاد بتاع كمان انتر ميامي بتاع ميسي ورفاقه، ولكن احنا قادرين ان احنا ان شاء الله برجالتنا ان احنا نعدي لابعد مدى. اعتقد المجموعه بتاعتنا فيها ابو عليا طبعا، بالميراس البرازيلي اللي كنت نحترمه، ولكن الان في مستوى ثاني برضه بيمثل الكره البرتغاليه، والكره البرتغاليه الكره عاليه. انتر ميامي عنده مشاكل كثيره في قتل الظهر، هو الحارس المرمى من طبيعتي هنا. فاعتقد واتمنى ان المجموعه تخدمنا اكثر واكثر ان شاء الله، واحنا كجمهور نوعد ان احنا هنبقى واجهه مشرقه ان شاء الله لمصر والمصريين هنا ان شاء الله ان شاء الله. ماتشات الاهلي الثلاثه كلها في ميامي مش كده؟ مش هيتحرك. انا لسه حضرتك هعمل السيرش بقى عليها، مجرد ما يكون عندي المعلومه الدقيقه والكامله هبتدي انزل في المواضيع دي. مجرد ما اخلص شغلي هبتدي اعمل شغل زي ما حضرتك حالف طبعا الحمد لله،
لازم نجيب معلومه دقيقه علشان تبقى فيها مصداقيه وفيها مهنيه زي اللي اتعلمنا من حضرتك ومن الباشمهندس عبد. طيب التذاكر المفروض هيبدا طرحها بدري شويه مش كده؟ بالظبط. انا الحقيقه عامل سبسكرايب مع الموقع الفيفا، اي معلومات بتنزل بتجيلي نوتيفيكيشن. مجرد ما هينزل موضوع التذاكر ده انا ان شاء الله هحط الرابط او اللينك لكل الناس ازاي تبتدي تحجز، لان احنا عايزين نبقى هناك كده يعني. ولا استاذ القاهره اتمنى لها طبعا من قلبي، احنا بقدر الامكان هنحاول نجمع اكبر قدر ممكن مع حد وعشاء الاهلي في الوطن المتحده الامريكيه وكندا عشان نكون داعم ومساند للاهلي ان شاء الله. انا شفت جهود كتيره منك لمحاوله توحيد كل الروابط الاهلاويه في امريكا بحيث تتوحدوا كلكم في رابطه واحده يلاقي الاهلي دعم كبير له، هل ده تم فعلا؟ هيحصل، هيحصل ان شاء الله وبيحصل. انا على طول في مكالمات ومع مينا ومع غير مينا، في ناس في سياتل وفي ناس في لويزيانا وفي نيويورك، احنا مجموعه ان شاء الله هتكون مجموعه يعني في ظهر الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله هتبقى طبعا متابعه اخبار انتر ميامي وميسي الفتره اللي جايه كل العين عليها، يعني الدوري الامريكي شغال طبعا. الدوري الامريكي شغال على حضرتك، بس انا بقول لحضرتك من دلوقتي لا خوف من انتر ميامي، انا كشخص الدوري هنا مش على المستوى اللي احنا عارفينه، هو مجرد بس علشان ميسي وسمعته العالميه، ولكن الاهلي قادر ان شاء الله لماتش الافتتاح، مش هقول يفجر مفاجاه، ان الاهلي ان شاء الله يعدي ماتش الافتتاح ويحصل على 3 نقط، ان الاهلي كمستوى على مستوى الافراد والجماعيه بصرف النظر عن ميسي او غيره الاهلي قادر ان شاء الله باذن الله بتوفيق ربنا وبدعمكم ومساندتكم، لانه اعتقد حضوركم مع الاهلي في البطوله مهم جدا يا استاذ ماجد. ان شاء الله احنا الاهلي امانه عندكم بقى، نكون طبعا احنا بنوعد جماهير الاهلي في كل مكان اللي احنا هنكون في ظهر الاهلي وسند وداعم ليه، واشكر حضرتك واشكر باشمهندس عدلي على المداخله الجميله دي، واتمنى من قلبي اللي انا كمان اشوفكم هنا ونرحب بيكم ونرحب باعضاء مجلس الاداره، ولو في جماهير جايه من مصر على دماغنا من فوق ان شاء الله. ان شاء الله يا استاذ ماجد اشكرك شكرا جزيلا، وانا عارف ان احنا اجهدناك طوال اليوم النهارده، ولكن اعتقد كله من اجل الاهلي يهون. اي حاجه الاهلي يطلبها انا شخصيا تحت امره، لان الاهلي ده حضرتك تاني القصه الوحيده في الغربه. شكرا جزيلا للصديق العزيز ماجد مسعود مؤسس رابطة محبي وعشاق الأهلي في الولايات المتحدة وكندا، وأعتقد دي الرابطة اللي عليها دور مهم جدا، والحضور الجماهيري في البطولة مؤثر يا باشمهندس. يا أستاذ إبراهيم أنت مش مدرك يعني إيه تبقى مغترب ويجي لك فرصة من خلال نادي كبير زي النادي الأهلي تتذكر كل الذكريات الحلوة هنا في مصر. أيوه. لا بيبقى حدث كبير قوي قوي الناس بتعيشه بمنتهى بجوارحها يعني. ايوه. يعني لما الكابتن زكي قال لك التذكره ب 30 دولار دي بقت ب 400. لا قال لك هتوصل 2000 و 3000. انا شفت اللحظه دي في دوره مونتريال. يعني التذاكر كل ما تخش على ميعاد الدوره جنون بقى. عارف لما اتقال ان الكابتن خطيب هيروح يحضر القرعه؟ في ناس كلموني عن طريق ماجد مسعود عايزين يسافروا مسافات طويله جدا على ميامي عشان يحضروا القرعه، لا يسلموا عليه عشان يسلموا على كابتن خطيب. يعني اعتقد قيمه الاهلي عندهم كبيره جدا وقيمه رموزه ورئيسه، ويلاقي الاهلي في ظهره باذن الله تعالى الالاف من جماهيره، لانه فعلا الحضور الجماهيري في بطوله زي كده مؤثر جدا جدا. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل تفاصيل اخرى في التاريخ يكتب في ميامي.